بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول، ملامح الصحة العامة، مقدم من الدكتورة نبيهة محمود. أولا، تعريف الصحة العامة. هنا تعريف الصحة العامة هي مجموعة من العلوم اللي بتشمل على العلوم البيئية والاجتماعية والسلوك الإنساني. في تعريف آخر بيقول هو علم طب المجتمع أو الطب الوقائي. طيب، منظمة الصحة العالمية عرفت الصحة، قالت بأن الحالة من المعافاة الكاملة بدنيا ونفسيا واجتماعيا، وليست مجرد انتقاء المرضى أو العجز. يعني ايه؟ يعني مش شرط ان انا اكون مريض راقد في السرير او اكون بعاني من مرض عشان اقدر اقول ان انا صحتي كويس، ان انا صحتي تعبانة. لا، ممكن يكون حضرتك قدامي سليم وكل حاجة، بس حضرتك عندك امراض نفسية. يبقى مش معنى كده ان انا بتمتع بايه، باني انسان غير مريض. لا، يبقى لازم يكون في الشخص ده يكون معفى من الامراض البدنية والنفسية والاجتماعية. في تعريفات اخرى، في تعريفات متعددة للصحة العامة. منظمة تعريف الصحة العالمية WHO قالت، عرفتها بان هي توفير الرعاية الصحية الشاملة للانسان من قبل الفريق الصحي بهدف تطوير الصحة في المجتمع من خلال فريق طبي مدرب بيعمل بالتعاون مع أفراد المجتمع. يبقى ده التعريف عام وأشمل. طيب، هنتكلم بقى عن تعريف معجم الوبائيات. قال إن الصحة العامة هي الحقل المعني بدراسة الصحة والمرض في مجتمع معين. يعني يشوفوا المجتمع ده الصحة فيه وإيه المرض اللي منتشر فيه. بهدف ايه؟ بهدف ان هو يتعرف على المشكلات والاحتياجات الصحية في المجتمع معين، وان الوسائل اللي بيجب من خلالها تلبية هذه الحاجات وتقديم المدى الذي تلبى فيها الخدمات الصحية بشكل فعلي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو احنا قلنا مثال على مرض الكورونا اللي منتشر دلوقتي، يبقى معظم الوبائيات ان هو بيدرس المرض في مجتمع معين وهو مرض الكورونا. طيب، بيدرسوا ليه؟ عشان الهدف منه ايه؟ يتعرف على المشكلات والاحتياجات الصحية لهذا المجتمع، وان هو يقدر يلبي له احتياجاته من خلال فترة زمنية محددة وبشكل فعال. ثانيا، في اهداف الصحة العامة. ان في ثلاث اهداف رئيسية. اول حاجة، النظرة الشمولية للانسان. بمعنى ايه؟ ان الامراض اللي بتصيب بها الانسان ممكن تكون موجودة في بيئته نفسها، اللي هي ايه؟ نظام، ممكن تكون في المية، تكون في السكن، الظروف الاقتصادية بتاعته، التعليم، العمل. طيب، يبقى ينبغي هنا ان في اجاب تناغم ما بين الانسان وبيئته، لان بيئته هي البيئة الكبيرة، اما منزله هو البيئة الصغيرة. طيب، يبقى معنى كده ان ممكن تكون هي البيئة هي السبب الرئيسي ان الانسان ده يحصل له مرض معين او يصيب الانسان بمرض معين. يعني لو احنا قلنا على سبيل المثال، يعني ايه مثلا مسكنه؟ يعني ممكن يكون مسكنه ده ما بيخشلهوش الشمس، ما فيهوش تهوية، فبتبدأ بعد كده الميكروبات فيه بتكتر، فبيبدأ بعد كده يبقى في الجهاز التنفسي بتاعه فيه مشكلة ويبدأ يحصل له أمراض صدرية. طيب، حاجة تانية، مثال تاني، ممكن يكون ان البيت الشخص ده بيخش له شمس وتهوية وكل حاجة، بس هو جنب مصانع مثلا للأسمنت، فيخرج منها البيباص اللي هو الذرات الصغيرة بتاعة التراب دي، بتعمل تحجر في الرئتين. يبقى هو السكن بتاعه او مكانه في موقعه بجنب هذا المصنع هو اللي تسبب ليه، او يكون هو برضو شغال في هذا المصنع يعني. طيب، قلنا الغذاء، ممكن يكون العادات الصحية الغير سليمة في الغذاء هي اللي سببت له في الامراض، ان هو بياكل سكريات كتير فحصل له امراض سمنة وامراض سكر. يبقى كل دي عوامل يجب الاخذ في الاعتبار كنظرة شمولية للانسان وليس للانسان فقط. طيب، ازاي نعمل بقى حفظ توازن الانسان؟ قالك ان العلم الصحة بيساعد الفرد على حفظ توازنه ويلقي بقدر كبير من المسؤولية على الافراد في الحفاظ على صحته. طيب، اول حاجة ان احنا هنتكلم عن الاختلال. اختلال
ايه داخل الانسان نفسه، زي ايه اختلال التوازن داخل الانسان نفسه، زي مثلا مرض السكر وارتفاع الضغط، ان الايه ان الانسان نفسه بيتسبب له مرض السكر او الايه ارتفاع الضغط نتيجة عدم التوازن داخل الانسان نفسه. في اختلال تاني اللي هو اختلال التوازن في النمو الخلايا بعد الشر المرض الكانسر، ده بيبقى عبارة عن ايه، ان هي الخلايا بتنمو بطريقة سريعة سريعة، فده في اختلال هنا في التوازن. هي المفروض ان هي بتنمو ولكن بمعدل محدد، ولكن لما تتكاثر هذا النمو بيحدث لا قدر الله الاورام السرطانية. طيب في اختلال تالت اللي هو اختلال التوازن بين الانسان وبيئته، قلنا زي الامراض الوبائية، هي ممكن تكون الانسان ده عنده ساكن جنب مثلا ترعة وفي ناموس هناك اللي بيسبب مثلا مرض الملاريا، يبقى دي ده بيت، وفي هنا اختلال ما بين التوازن بتاع الانسان وبيئته ممكن تعرضه لحدوث امراض وبائية. اذا نقدر نقول ان ايه، ان هدف الصحة العامة او حفظ التوازن ايه داخل الانسان كالجسد والايه والعقل. طيب بعد كده بيظهر دور المتخصصين. قال لك بيظهر دور المتخصصين في طب المجتمع او الصحه العامه، ان هما ايه بنقدم ليهم، بيقدم ايه ضروره تقديم التثقيف الصحي ليهم، وان هما يكتشفوا الامراض المبكره، وان هما يبداوا يعملوا اصلاح للبيئه. تمام، يعني لو احنا قلنا على سبيل المثال ان في ترعه، المفروض ان احنا يبقى ايه البرق والمستنقعات ان هي دي تتردم. تمام، اني اقدر اقدم لهم بعد كده التثقيفات الايه الصحيه السليمه، ان انا ازاي يتنفس الهواء نقي، ازاي يبقى اقدر احافظ على الطفل عشان اقدر اديله كل الاستعداد اللي يخليه يقدر يعمل توازن لحفظ توازنه الانساني. طيب في تالت حاجه برامج الوقايه، وقلنا الوقايه خير من العلاج. طيب الوقاية من المرض ده بيعني ده نظرة شمولية مستقبلية، عشان نقدر ان احنا نستفاد من التجارب اللي حصلت في الماضي ونقدر ان احنا نتفاداها. يعني لو قلنا على سبيل المثال برضو مرض الكورونا، هو ما حصل في اسبانيا او ايطاليا بنسبة مرتفعة، يبقى احنا دي نظرة مستقبلية عشان نقدر نستفاد من التجارب اللي حصلت لهم، علشان احنا نقدر ان احنا نعمل وقاية لإيه لبلدنا. طيب وقلنا بقى المقصود بيها هنا البرامج الوقائية، ان احنا نقدر نبذل الجهد ايه من قبل الفريق الصحي والمجتمع عشان يبدأ يمنع حدوث هذا المرض. طيب دور الاطباء والمهتمين بطب المجتمع ما بيقتصرش بس ان هما بيقدموا العلاج، لا ده دورهم هنا دورهم وقائي، وزي ما احنا قلنا الوقاية خير من العلاج. طيب العلاج، ونقدر نقول بعد كده ان الوقايه والعلاج لا يمكن فصلهم عن بعض، هما مكملين لبعض. لو قلنا على سبيل المثال لو هو مريض عنده السل، خلاص نبدا بعد كده نعرف الاخرين ان هم ازاي ان هو يتعاملوا معاه. تمام، ان احنا نبدا بعد كده زي ما احنا قلنا البرك والمستنقعات، نبدا ان احنا نردمها، ان احنا نعمل مكافحه للناموس اللي هو بيمنع لنا اللي هو بيجيب لنا او بتسبب لنا الامراض زي مرض الملاريا. يبقى احنا نشوف المشكله من المنبع ونقضي عليها عن طريق الايه برامج الوقائيه. طيب ثالثا علاقه علم الصحه بالعلوم الاخرى، هل هو علم الصحه هو علم منفرد ام ليه علاقه بالعلوم الاخرى؟ لا، هو ليه علاقه بايه بمجالات متعدده. اول حاجه علاقه علم الصحه العامه بعلم الاداره، وقلنا يعني ايه الاداره، الاداره ان هو العمل من خلال اخرين، وقلنا وظائف الاداره تخطيط وتنظيم وتوجيه وتنسيق ورقابه، وقلنا يجب على الطبيب ان هو بيهتم بدراسه الصحه العامه ان هو يجد فن التعامل بالاداره، ان هو يكون عنده حتى خلفيه عن الاداره ووظائف الاداريه. ومن نجاح او فشل اي مشروع صحي بيكمن في فشل او نجاح الاداره فيه. طيب وقلنا اللي يجب على الطبيب ان هو بيكون ملم بالقواعد الاساسيه اللي بتاهله ان هو يكون اداري ناجح وليس طبيب فقط. طيب علاقه علم الصحه بدراسه السلوك البشري، قلنا ان بيتعامل الاطباء والفريق الطبي مع ايه مع فئات مختلفه من المرضى، سواء كانوا مرضى او اصحاء.
طيب، ويجب عليهم برضه ان هم يتقنوا التعامل مع الافراد من خلال الاطلاع والملاحظه والتفاعل معهم. طيب، قال لك ان في هناك العديد من الامراض اللي ليها علاقه بسلوك الانسان وطريقته في الحياه، وان دور الطبيب يقتضي عليه مساعده هؤلاء الايه الاشخاص، وان هو يبدا ايه يغير من انماط سلوكهم الصحيه، زي ما احنا قلنا عمليه الايه الاقلاع عن التدخين او العادات الغذائيه الغير سليمه. طيب، تالت علاقه اللي هي علاقه علم الصحه بالعلوم البيئيه. طبعا لو احنا اتكلمنا عن العلوم البيئيه دي عايزه لها محاضرات وليست محاضره واحده. العلوم البيئيه هي اللي بتهتم بكل ما يحيط بالانسان من الهواء والغذاء والاماكن الاقامه، بتاثر على صحه الايه الانسان. زي ما احنا قلنا الهواء، لو الهواء ملوث هيأثر على صحه الانسان وهيجيب له امراض، الميه لو ملوثه هتجيب له برضو امراض زي الديزنتريا من الايه والانتاميبا هيستولوجيكا وبعض الامراض المعديه. طيب، المكان الاقامه زي ما احنا قلنا، لو المكان لو هو مش متهوي، لو هو مش محطوط طبقا للمواصفات البيئيه، ان هو محطوط جنب مشروعات او شركات بتقوم بانتاج المنتجات الملوثه، كل ده بيتاثر عالي دي. طيب، قلنا في مصر ان نادى المهتمين بعلم الصحه العامه بضروره تطهير الايه الترع والمستنقعات والقضاء على الايه على البلهارسيا عشان تمكنهم من القضاء على ايه المرض. وبالتالي ان علم الصحه العامه بيتناول اسباب المشكله من جذورها، زي ما احنا قلنا نعرف المشكله من جذورها ونبدا بعد كده نبدا نحل، يعني نحط الحلول الايه الصحيه الممكنه. رابع حاجه علاقه الصحه بعلم الوبائيات، وقلنا ان علم الوبائيات دوت اللي يعني التغيرات المرضيه والفسيولوجيه في الانسان والعوامل اللي بتاثر على تلك الايه العوامل بتاثر عليها، زي مثلا العمر والجنس والسن والبيئه والاقتصاد والوراثه وغيرها من العوامل اللي بتساعد في انتشار الايه الامراض. طيب، وقلب بيتحدد علم الوبائيات هنا بيقوم بايه بقى بقسمين اساسيين هما. اول حاجه له القسم الوصفي، ودي بس الجزئيه دي للقراءه فقط، انه بيهتم بوصف الدوائر المرضيه. زي ما احنا قلنا هيبدا يشوف مرض الكورونا، يبقى بيشوف الظواهر المرضيه اللي حصلت ايه، تمام، ايه هي الاعراض اللي بدات ان هي تظهر. احنا قلنا مثلا ارتفاع في درجه ايه الحراره، لو احنا قلنا طبقناها عن الاطفال هنقول في فصل الايه الصيف الاطفال هنا بيحصل لهم اسهال ورقي وبيجي لهم التيفود. طيب، القسم الثاني اللي هو القسم التحليلي، ان هو بيهتم بتحليل ودراسه الزوار اللي ادت الى حدوث الامراض ومعرفه لماذا حدث المرض، ليه حدث هذا المرض. يعني لو قلنا رجعنا برضو قلنا لو هو مثال على الكورونا، هنقول ان بدات القسم الوصفي اللي بيقول درجه ارتفاع درجه الحراره، تمام، وان حدوث الم في الحلق، تمام. طيب، كل ده وطبعا والتعب بشكل عام والالم في الجسم، كل دي القسم الوصفي اللي بيوصف الايه الاعراض شكلها ايه. اما بقى القسم التحليلي بيشوف ايه السبب اللي ادى الى هذا المرض، ايه السبب في حدوثه. طيب، خامس حاجه هنتكلم عن علاقه الصحه بالتثقيف الصحي. قلنا التثقيف الصحي بيهتم دايما بتطوير المعلومات والمفاهيم والسلوك الصحي للفرد، وان يعرف المعلومات وتعريف المعلومات هي الخطوة الأولى عشان أبدأ إن أنا أعرف السلوك الصحي السليم عشان أقدر إن أنا أعمل مكافحة للأمراض. طيب، بعد كده دور المهتمين بالصحة العامة إن هما يبدأوا ينشروا المعلومات الصحية ويقدموا التثقيف الصحي المجتمع. طيب، دور علم الوبائيات في تطوير العلوم الصحية وعلم الصحة العامة. قلنا إن دوره كان إيه؟ دور الوبائيات، مش احنا قلنا في الاول خالص ان دور ان هو بيبدا ان هو يكتشف الامراض المعديه في مجتمع معين. طيب، بعد ما يكتشفه يبدا بعد كده يقوم بالايه يحل بقى هذه المشكله. خلاص، يعني قلنا برضو مثال على ايه على كورونا، ان هو بدا يعرف الايه المشكله الصحيه اللي موجوده حاليا. طيب، بعد كده بتبدا بقى منظمه الصحه العالميه ان هي تبدا تعمل ابحاث عشان تهتم بعلم الوبائيات ده، ان بيهتم بدراسه الامراض ومكافحتها،
يبدأ يدرس بقى المرض دوت ويبدأ يشوف مكافحته هيقدر ايه يعني. بعد كده علاقة علم الصحة العامة بعلم التغذية، قلنا برضو ان بيهتم علم الصحة العامة بدراسة الامراض الناتجة عن سوء التغذية، زي ما احنا قلنا العادات والتقاليد المنتشرة في بيئة مثلا معينة بتقول ان احنا على سبيل المثال ان في بعض الفئات دايما يعني بتستخدم الاكل اللي هو ايه ذات الدهون العاليه في الايه في التغذيه بتاعتهم. دي طبعا عادات وتقاليد، ولكن هذه العادات والتقاليد هي اللي بتساعد على انتشار هذه الامراض وانتشار الامراض مثلا زي السمنه والسكر والضغط. طيب قلنا في نقص فيتامين الف، ده بيسبب على سبيل المثال ان هو بايه بيجيب العمى الليلي، نقص فيتامين الف. طيب يبقى المهتمين بقى بالصحة العامة دورهم هنا ايه؟ دورهم ان هم يقدموا المعلومات المتعلقة بالتغذية السليمة. طيب ومن هنا انتهت المحاضرة، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.